Salut Moussa. حضرت قاعد اريا ليدر الحاكم السابق نبيل الروح انا بيحكيني السي اي اف اريا ليدر الحاكم السابق مارسيل سلامي النائب الاول للحاكم عايدة كعوار النائب الثاني للحاكم بطرس عون موجود؟ أكيد ما شفتهم أنا. نرحب بالحكام السابق كل الحكام السابقين. ما بعرف مين بسمي بعض الأسامي جابي جبراين المير ألبير شهاب دكتور نصر الله برجي ما بعرف كل الحكام السابقين. برحب بأمين سر المنطقة سليم عائل بأمين مال المنطقة جوني رزال وأعضاء مكتب مجلس ومجلس الحاكم رؤساء وأعضاء أندية اللايونز وكل أعضاء النقابة والضيوف أهلا وسهلا بشكر وجودكم ومشاركتكم معنا المحاضرة اليوم بالتعاون مع نقابة أدلاء السياحة بمناسبة اليوم العائلي للعائلة The International Family Day بطلب من الحاكم جان كلود يفتتح المحاضرة جان كلود الحاكم حضرة الحاكم إليك الكلام شكرا لك ليون منى يعطيك ألف عافية صراحة نحن السنة ما حبينا نقطع هالمناسبة من دون شيء بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها نحن معودين بجمعية أندية اللايونز يكون عندنا إيفنت كتير كبير باليوم العالمي للعائلات أنا بدي أتشكرك على الالتفات وعلى الفكرة اللي حضرتك قمت فيها طبعا بالتعاون مع نقابة أدلاء السياحة بلبنان نحن بنتشكر حضرة النقيبة الموجودة معنا مدام إليسار بعلبكي بدي أتشكر حضرة المحاضرة الدكتور نور فرا حداد على الوقت اللي عطونا إياه وعلى التعاون معنا بهالإيفنت هيدا ما في شك أنه لبنان بلد سياحي يمكن الظروف ما عم تخلينا كتير نتمتع بالسياحة الموجودة عنا بلبنان ولكن خلينا نقول شغلي أنه الوضع الاقتصادي الصعب حتى من بعد ما تروح جائحة كورونا الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بمروا فيه اللبنانية رح يصير عندهم توجه كتير كبير للسياحة الداخلية وبالتالي السياحة العائلية ونحن لازم نعرف انه السياحة بلبنان منا فقط بحر وسهر ومطاعم عنا كتير أماكن حلوة بلبنان عنا كتير إشياء لازم العائلات تشوفها لازم كل لبناني يشوفها ولازم نشجع كل مغترب بيجي على لبنان وكل سائح بيجي على لبنان ليشوف هالمطارح الحلوة عنا هيدا دور نقابة أدلاء السياحة بلبنان نحن بدنا نستفيد منهم قد ما بنقدر اليوم ليضولنا على هالموضوع الهام جدا أنا بدي أتشكرك حضرة ليون مونا جابرييل رئيسة لجنة اليوم العالمي للعائلة بدي أتشكر نقابة أدلاء السياحة بلبنان وعلى رأسهم النقيبة إليسار بعلبكي وشكرا للمحاضرة الدكتور نور فرا لتواجدها معنا شكرا لكم مرسي حاكم أنا بستغل الفرصة كمان تأشكرك على ثقتك فيي حطيتني هالسنة وكلتني بالمهمة بعهدك المحاضرة اليوم بتقدم لنا إياها إكس فيس بريزيدانت وعضو مؤسس للنقابة أدلاء السياحة دكتور نور فرا حداد اليوم العالمي هو بسائب السبت 15 أيار من هالشهر دكتور نور المتخصصة بعلم المجتمعات الدينية وعلم الآثار رح تعطينا أفكار كيف نحتفل بهيك نهار أستاذة بالجامعة اللبنانية والإي إس جي هي دليل سياحي محترفة مؤسسة ومدب ومديرة شركة نيوس كيدز
لتنظيم رحلات عائلية ثقافية ودينية بقلب لبنان والعالم. مؤلفة كتب عديدة بعدة مواضيع ومجالات. دكتور نور، أنا بعرفك وبنحكى عنك، بقدر أحكي عنك كتير كتير، بس بعطيك الكلام أنت تكفي عني اللي في مجال أنا ما قلته أنت تقوليه. ونحن كلنا سمع لإلك لآرائك وأفكارك اللي منقدرها، بس قبلك منحب نعطي كمان الكلمة لمارسيل صليبة المسؤولة بالنقابة. تفضلي، لإلك الكلمة مدام مارسيل. شكرا مدام منى جابرييل، شكرا كمان حضرة الحاكم مسيو سعادي، بشكركم باسم النقابة وباسم النقيبة اللي صار لي بعلبك لأسباب عديدة ما قدرت تكون معنا بسبب العمل. نشكر التفتتكم، إذن شكر لإلكم ولجمعية أندية اللاينز الدولية المنطقة 351. نحن بيسعدنا وبيشرفنا كلجنة ثقافية بنقابة أدلة السياحة مع دكتور نور فرح حداد أن نكون عم نتعاون سوا لنضوي على موضوع السياحة العائلية بمناسبة اليوم العالمي للعائلة. شكرا لكم على هالالتفاتة، لأنه هالقطاع السياحي هو شيء كتير مهم كسياحة عائلية، شيء مهم للسياحة عامة، ويمكن هلأ زادت أهميته مع الأوضاع المتعلقة بكورونا. دكتور نور فرة هي زميلتنا ومستشارتنا بالشؤون السياحية والسياحة الدينية، وافتكر هي خير من يخبر ويرشدنا على هالقطاع السياحي، كونها مثل ما تفضلتي وقلتي مدام جابرييل هي مستشارة سياحية من خلال شركة نيوس. إذا بتسمحوا لي بس استفيد من فرصة لقائنا الليلة لنعزمكم جميعا للقاء تاني يوم الاثنين بتنظموا نقابة الأدلة، حيكون تاني 17 الشهر الساعة 6:10 كمان، مع دكتورة منحبها كتير علمتنا كلنا كأدلة سياحيين، دكتور ندى حلو، والموضوع رح يكون على الموزايك فن الفسيفساء في لبنان من القرن الثالث حتى القرن السابع، فمنتمنى من الجميع أنه يشاركونا يوم التاني. منجدد شكرنا لكم وللحضور، على أمل أنه يكون في دايما تعاون بين نقابتنا وجمعية أندية اللايونز وأيضا كل الجمعيات والمنظمات المعنية بالشأن الثقافي والاجتماعي. شكرا عن جديد. مرسي نور، وتفضلي. شكرا للجميع، شكرا لوجودكم معنا اليوم، عيد مبارك على الجميع كمان اللي عم بيعيد اليوم. عم بتشوفي، بس بدي أطلب منكم بليز إذا فينا كلنا نبقى ميوت وكمان إذا بدي بفضل أنا نكون فيديو أوف كلنا، لأنه لأسباب تقنية بتساعد الكونكسيون تكون أحسن، بتصور للجميع. وأصلا رح بلش أنا شارك الباوربوينت تبعي، وبتمنى على الجميع إذا فيكم تلتزموا بهالشي، هيك بتكون لقائنا بيكون أحسن للكل، إنه ما يكون في، إذا فينا نقيم الفيديو فينا نقيم الصوت من عند الجميع بيكون أفضل، تاكلكم تقدروا تشوفوا الشاشة مزبوط. أنا أول شيء بحب أشكر جمعية أندية اللايونز الدولية لمنطقة 351 لتعاونها معنا مع النقابة كمان لهذه المحاضرة. أنا يعني بشكركم كمان على المقدمة اللي عملتوها. مزبوط، اختصاصي أنا بالأنتروبولوجيا وبشكل خاص الأنتروبولوجيا الدينية، وللي ما بيعرف كمان أنا أطلقت من سنتين أبليكيشن اسمها هولي لبنان، بعزم الجميع المشاهدين اللي عم بيسمعونا اليوم كمان فيهم يعملوا لها داونلود، هي مجانية على أب ستور وجوجل بلاي، وهي بتتعلق بكل شيء بتتعلق بالسياحة الدينية بلبنان،
لكل الطوائف اللبنانية. هي أول أبليكيشن بالعالم لكل الطوائف. ورح نشوف كمان كيف من خلال كمان وقت نحكي سياحة عائلية فينا نحكي كمان سياحة دينية. اليوم موضوعنا عن السياحة العائلية في لبنان والعالم. وأنا كمان أنا أم لولدين كمان هيدي بالسيفي تبعي بلاقي شغلة كتير مهمة. أنا ما حطيت منى الحق علي إنه بالسيفي هيدي شغلة كتير مهمة لموضوعنا اليوم إنه أنا أم كمان وعندي عائلة. ومن وراء هالمشروع العائلة اللي بنيته كمان قررت مع شركة اللي هي اسمها نيوس أطلق مثل ديبارتمنت يعني مثل مبادرة اسمها نيوس كيدز اللي هي رح أحكيكم عنها بعد شوي اللي هي حوار كل هالمشروع هو كان السياحة العائلية. وكنا من أول أشخاص عم نشتغل على موضوع السياحة العائلية بلبنان بمنهجية معينة. من هون رح بلش المحاضرة تبعيتي. إذا في أي مشكلة تقنية بتصور رح تقولوا لي. أول شيء بدي لكم هابي فاميلي داي للجميع، لأنه اليوم مثل ما بتعرفوا مثل ما نحكى أنه اليوم المحاضرة تنقى اليوم يكون موضوعنا عن السياحة العائلية، لأنه بعد كم يوم رح نعيد اليوم العالمي للعيال وللعائلة. لكن ما في عائلة ما فيها البركة، ما في عائلة منا حلوة، لكن you are all wonderful families I'm sure، يعني all of you are a part or created a wonderful family يعني I'm sure. So ما في حدا منه مربوط بعائلة، لو هو ما كان متزوج وعنده أولاد هو مربوط بعائلة بشكل أو بآخر. So كلنا معنيين بهالعيد. بقى أنا بعيدكم جميعاً. وكمان بحب لهالمناسبة أذكر شوي شو مفهوم الأعياد والمناسبات اللي أطلقتها جمعية اليونايتد يعني المنظمة العالمية لليونايتد نيشنز، اللي هن ما بتعرفوا إنه عندهم كتير مناسبات بيحتفلوا فيها. في كالندر كل شهر في أيام معينة بيحتفلوا فيها لمناسبات معينة. وما في في كمان الأيام، في كمان في international weeks بيكونوا معينين لموضوع معين، وفي كمان international years. مثلا كل سنة كمان United Nations هن بيعينوا موضوع معين ليكون موضوع الساعة، بيجربوا يشجعوا ويحكوا عن عدة مواضيع ويقوموا ب يعني نشاطات ومؤتمرات وعدة أشياء بيتعلقوا بالموضوع اللي بيكونوا نقوله للسنة المعينة. ومن ناحية تانية كمان إذا عم نحكي عن ويك دايز، مثلا أنا حطيت لكم مثلا هون مثل صغير مثلا كيف مثلا عينوا مثلا أوقات انترناشنال حتى ديكيدز، مثلا من 2016 ل 2025 حاطين United Nations Decade of Action on Nutrition، إنه بدهم نشتغل على Nutrition، بدهم يشددوا كل أعمالهم وأشغالهم. ومن هون كمان بتعرفوا إنه تابعين كتير منظمات متفرعة للمنظمة العالمية تبع اليونسكو مثل المنظمة العالمية للUnited Nations، منهم اليونسكو، منهم اليونيسف، منهم الفاو. في عدة منظمات تابعين لها المؤسسة الكبيرة اللي هي اليونايتد نيشنز. ووقتها اليونايتد نيشنز بشكل عام بتعزم كل الجمعيات يشتغلوا على موضوع معين، الجمعيات عادة بيلتزموا بجربوا يشتغلوا على هالخط اللي عينته الـ United Nations. هلأ كمان ضمن كل مجموعة عمل اللي هن المنظمات
تب التابعين لليونايتد نيشنز مثلا اليونسكو كمان اوقات بتعين ايام معينه تتحتفل بمناسبات معينه. سو في الكالندر اذا فينا نقول الواسع اللي هو الانترناشنال ييرز دايز اند ويكس اللي هو الكالندر اللي بيطبق على كل الجمعيات وعلى كل المنظمات واللي بيصدر من المنظمه العالميه لليونايتد نيشنز. وفي كل جمعيه هي بتصدر كمان غزنامة معين. بكل الحالات مثلا انا حطيت لكم مثل هون عن May Calendar 2021 لانه كمان في ايام بتكون ثابته كل سنه نحن بنرجع نحتفل فيها وفي ايام اوقات في سنين مندخل بالكالندر مناسبات معينه لانه في شيء معين بهالسنه بيدعينا نحدد نهار معين لهالمناسبة. مثلا انا ما كنت عارفة انه في the international tea day ب 21 of May. انا كتير من هوية الشاي, انا كتير بحب الشاي. ما كنت عارفة انه في international tea day مثلا. So it's interesting انه في عندكم كتير مواضيع مختلفة تتعلق بمواضيع اجتماعية بمواضيع دينية بمواضيع بكل المواضيع اللي فيكم تتخيلوها. أكيد مثلاً في the mental health day, في the health day, في مواضيع أكيد تتعلق بالصحة وبكل المواضيع اللي فيكم تتخيلوها في أوقات مناسبات بتذكرنا بهالشي جمعية United Nations. هلا نحن اليوم عم نقرب على هو May 15 اللي هو اليوم العالمي للعيال. سو عندنا هاليوم اللي هو بعد كم يوم مثل ما بتعرفوا نحن اليوم ب 13 يعني رح نحتفل بال International Day of Families اللي هو كان ريزوليوشن من سنة 1989 اللي صار مع United Nations General Assembly اللي هن قرروا انه يكون هيدا النهار كان اول شيء the International Year of the Family كان بهالسنة. وبعدين ب 1993 رجع تقرر يصير في نهار مخصص للعيال. So أول شيء بلشوا بـ International Year of Family of the Family. وبعدين بـ 1993 قررت الـ United Nations تعمل day يعني يوم معين للعيال ولكن شيء بتعلق بالعائلة. ليه؟ أكيد هلا رح نرجع نحكي بالتفصيل عن العائلة بس مفهوم العائلة مفهوم كتير مهم. هو للمجتمع ولك ما في بلد منه معنى بأهمية العيال اللي المجتمع بينبني على مفهوم العائلة. لو اليوم عم نحكي عن تفكيك لو اليوم في مواضيع تتعلق بالعائلة أوقات نحن ما بنفهمها وبتكون معلقة بقضايا ثقافية تختلف من بلد لبلد بس مفهوم العائلة بشكل عام هو مفهوم كتير مهم. هو مفهوم كل المجتمعات بتحكي فيه يعني لازم ينشغل عليه لأسباب مش بس اجتماعية بس كمان اقتصادية وديموغرافية بمفهوم المجتمع. بقى بس كمان بدي أذكر إنه وقتها صار في كمان من United Nations قرروا يلتزموا بأهداف معينة للتنمية المستدامة. اليوم ما بعرف إذا كلكم تعرفوا بركة إنه في مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم كتير مهم بكل القطاعات. اليوم وقت نحكي هندسة وقت نحكي زراعة وقت نحكي سياسة وقت نحكي شو الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم مفهوم التنمية المستدامة مفهوم كتير مهم. كل
الاتجاهات وكل الناس تهتم بهذا الموضوع. واليوم مفهوم التنمية المستدامة يرتكز على هالأهداف يلي حطوهم الأعضاء الجمعية العمومية لليونايتد نيشنز ب 2015 اللي هن أهداف يعني رح تشوفوا أهداف كتير عامة. أنا أكيد مش موضوعنا اليوم وما رح فوت بالتفصيل بهالشي، بس عم بلكن هالشي لأنه وقت نحكى بمفهوم العائلة وقت نحكى بأهمية العائلة تبين أنه كتير من هالأهداف هن معلقين كمان بالعائلة وبصحة العائلة بالمجتمعات. يعني نحن اليوم شفتوا مش مسموح بقى الفقر، مش مسموح بقى الجوع، مش لازم يكون الطبابة والصحة شغلة مكتسبة للجميع، لازم يكون في تربية مستوى تربوي مقبول لكل الناس، لازم يكون في مثلا تساوي بين المرأة والرجال. هول كلهم ما رح نسميهم نرجعهم كلهم، بس كل الأهداف اللي عينتها اليونايتد نيشن للتنمية المستدامة بطريقة أو بتانية هي معلقة بمفهوم العائلة. هون أكيد حطيت لكم مثل سلايد على هذا الموضوع اللي هو بفرجة كيف أنه كل هالمواضيع اللي معلقة بالأهداف اللي عينتها اليونسكو اليونايتد نيشنز هي معلقة كمان بمفهوم العائلة وبأهمية العائلة. هلأ نحن لازم نعرف كمان أنه ضمن International Family Day أو International Day for Families كمان هيدا التسمية بتستعمل بنستعملها اثنيناتهم، يعني International Family Day أو International Days for Families اثنيناتهم بيستعملوا. كل سنة بيعينوا موضوع معين يتبلور حواليه النشاطات والمحاور الثقافية اللي بدها تشتغل عليها المنظمة. وهالسنة اختاروا ب 2021 يشتغلوا حول موضوع العيال والتكنولوجيا. واليوم مثل ما بتعرفوا نحن عزوم اليوم، دونك شفتوا كتير منيح قدي اليوم باللي عم نعيشه كل يوم مع الوباء مع الأزمة الاقتصادية مع كتير إشياء، ومنا أزمة اقتصادية. وقت نحكي أزمة اقتصادية ما عم نحكي أزمة اقتصادية بس على صعيد لبنان، بس على صعيد العالم أكيد. التكنولوجيا كتير مهمة وتأثر كتير على أكيد صحة العائلة وكيف بدها تنمى العائلة وتكفي بمهماتها. بقى اليوم كمان الوباء هو جرنا لنستخدم عدة أنواع تكنولوجيا إذا فينا نقول، ومنهم الزوم اللي نحن اليوم عليه وغير تولز يعني غير أداة يعني كمان من عدة أنواع. واليوم بدنا أو ما بدنا العيال مجبورة تتفاعل مع التطور التكنولوجي اللي عم بيصير واللي عم بيجرنا نستخدم وسائل عدة للتربية للصحة للثقافة مثل ما عم نعمل اليوم. سو عم نستعمل هالوسائل المختلفة اللي هي نحن من فضل التكنولوجيا الجديدة لنوصل لأهداف التنمية اللي عم نحكي عنها. بقى كمان بتصور إنه فكرة العائلة قد ايه مهمة. أنا أكيد هيدا مش موضوع اليوم، بس كان بتصور كلكم تعرفوا قد ايه فكرة العائلة مهمة بكل اللي كنت عم قلكم بالأول بأول المحاضرة إنه بكل المجتمعات قد ايه فكرة العائلة مهمة. فينا نعمل محاضرة بس أكيد عن العائلة وأهميتها، بس أكيد اليوم مش موضوعي. بس لأنه العائلة مهمة ولأنه نحن بهمنا تكون العائلة إذا فينا نقول بصحة سليمة،
اليوم رح نحكي عن السياحة العائلية اللي هي بتساعد رح نشوف كيف العائلة تدلى قوية و يعني أجر ثابت بالمجتمع بشكل عام. ومثل ما قلت كمان بالأول أنه ما تفكروا أنه وقتا نحكي سياحة عائلية أو وقتا نحكي عيال أنه بس عم نحكي عن الأشخاص اللي عندهم أولاد واللي رح يبرموا مع أولادهم يعملوا جولات سياحية مع أولادهم، لا، بمفهوم واسع للعائلة اللي كل واحد منا مثل ما قلت مربوط بمفهوم العائلة بشكل أو بآخر. كلنا عنا أم وبي، كلنا عنا عائلة حوالينا، وكلنا بمنطلق معين بمفهوم معين مربوطين بمفهوم العائلة. أنا كمان بدي أخبركم عن مبادرة قمنا فيها أنا وصديقتين لألي اللي هن مابلتيان وكارينا بستاني، اللي هن من يعني صاروا المشروع أكثر من 15 سنة. قمنا بمبادرة اسمها ويز كيدز، هي مبادرة كانت لأنه نحن كنا ثلاث أمات بعدنا جديد، يعني بعدنا جايبين أولاد جديد وكمان عم نجرب نحن ندبر حالنا كبارنتس يعني بالمجتمع، وعم نشوف إنه كتير قليل إنه عم بيكون عنا وسائل هينة نلاقي المعلومات اللي بدنا إياها لنعمل السياحة، حتى غير السياحة كمان يعني تنظم حياة أولادنا بالنسبة لشو عايزين كمان مشتريات، شو عايزين كمان كيف شو عايزين يعملوا نشاطات. بقى قررنا نحن ثلاثة نعمل دليل عملي اسمه ويز كيدز. عملنا دليل، هو مطبوع، كتاب مطبوع، هلا كان عندي نسخة هون حدي، هلا برجع على كل حال بتشوفوه هون بالسلايد. هو دليل كتير صغير ومهضوم، انطبع ونباع بالمكتبات، هلا اكيد صار اوت ديتد يعني لازم نرجع نعمل نسخة جديدة عنه، بس وقت نبيع بالمكتبات عن جد طلع يعني بس سيلر جايد ل شفتوا 2011 عم نحكي. So, هيدا الجايد كان كتير هيك عملي مهضوم، بتشوفوا هون الأقسام، كان كل شيء بيتعلق بالمامز أند تو بي، يعني الناس اللي بدها تجيب أولاد، كل شيء بيتعلق بالنشاطات العائلية، كل شيء بيتعلق بال إذا حبيتكم تعطوا صفوف لأولادكم أو للمناسبات، مثلا إذا عندكم أول إربانة أو إذا عندكم ولادة أو غيرهم، مين في ساعدكم تتنظموا هالأحداث بحياتكم المهمة بحياة العائلية. كل شيء بيتعلق بالأعياد وبالنشاطات مع الأولاد، كل شيء بيتعلق بالمطاعم الفاميلي فريندلي رح نحكي عنها هلا، وبالتشايلد كير يعني كل شيء بيتعلق بالصحة تبع الأولاد كمان. وكمان بس للتوضيح يعني هيدا وقت نحكي guide يعني هو with kids، هو the ultimate must have guide for families with kids. نحن ما عم نوجه كمان هالجايد بس للأهل يعني للبي وللأم، هو كل شخص مثلا خالي عمي كل شخص معلق بالعائلة بشكل أو بآخر فيه كمان كان يستفيد من هالدليل. هلا إن شاء الله بالمستقبل نقدر نرجع نعمل طبعة جديدة عن هالدليل، لأنه بالفعل كان كتير عملي وسهل الاستعمال. بعد عنا نسخات منه بس بطل ينبيع بقى بالمكتبات لأنه صار outdated. هلأ أنا بحب بس كمان أرجع أوضح مفهوم السياحة العائلية. اليوم نحن مفهوم السياحة بشكل عام بطل مفهومي اللي كنا بنحكي فيه نحن من بالقرن العشرين، يعني بقرن بأول قرن العشرين يعني، وبطل المفهوم نفسه ابدا. مفهوم السياحه بشكل عام هو كان مفهوم هو عن السياحه الثقافيه، كان وقت نحكي السياحه نحكي عن السياحه الثقافيه بشكل عام. شوي شوي رح نشوف انه السياحه رح تتجزأ،
ما رح ندلنا بمفهوم سياحي واحد اللي هو السياحة الثقافية اللي وقت نروح مثلا على بلد منزور أماكن أثرية منزور أماكن دينية منزور متاحف منزور المدن منزور أهم بلدات وبس. لا، اليوم مفهوم السياحة رح يتجزأ شوي شوي ورح نشوف كيف في عدة أنواع سياحة رح تتبلور بالعالم ونحن بلبنان بشكل خاص لأنه نحن لبنان تعرفوا غني من عنده عن جد موارد كتير مختلفة وكتير واسعة ورح تصير في عنا ما يسمى بالنيش توريزمز يعني كتير أنواع من السياحة المختلفة لوقتها. هلأ قبل بشوي كنت عم بحكيكم مثلا عن السياحة الدينية هي كمان نيش توريزم، في سياحة ريفية بالأرياف، في سياحة الطبية مثلا، في السياحة التربوية وغيرهم من أنواع السياحة. اليوم بس هو اللي كمان بدنا نفهم أنه أوقات هالأنواع من السياحة بيتفاعلوا واحد مع الثاني، منهم مونوليتك إذا فينا نقول، منهم بلوك واحد. يعني اليوم هلا رح تشوفوا وقت أحكي السياحة عائلية بحكي كمان سياحة رياضية مع بحكي سياحة ريفية بحكي سياحة دينية، رح يتفاعلوا أنواع السياحة مع بعضهم، ما رح يكون في نوع واحد من السياحة، رح يتفاعلوا مع بعضهم بس الاتجاه بشكل عام بيكون واحد. يعني نحن اليوم وقت نعمل سياحة بالعالم عنا أهداف وعنا اهتمامات معينة، من هالمنطلق رح ننقي بلد معين أو جولة معينة رح نقوم فيها لأنه عنا اهتمامات معينة وهدف أهداف معينة من خلال رحلتنا. سو السياحة يعني وقت ناخد هالقرار نعمل تور ننطلق من هالمنطلق بدنا نشوف شو بيناسبنا أكتر شيء تان نتجه صوب بلد أو التاني أو بلدة أو التانية أو منطقة أو تانية. بقى من هالأنواع السياحة اليوم عنا ما يسمى بالسياحة العائلية اللي هي هو مفهوم كتير رح نحكي عنه اليوم، منه يعني في مثل ما قلنا في يتداخل معه عدة أنواع سياحة تانية بس هو له خصوصياته. لكن شو السياحة العائلية بشكل عام؟ السياحة العائلية مثل ما اسمها بيقول هي السياحة اللي العلاقة بمفهوم العائلة. بس هون كمان مجددا أنا وقت أحكي مفهوم العائلة بحكي بالمفهوم الواسع، يعني مش يعني إنه بس أهل ولادهم، فيكون سياحة العائلية خالات مع بعضهم، فيكون عمات مع بعضهم، فيكون لتيتا سوا، يعني يعملوا تور. إنه في عدة مفاهيم للسياحة العائلية بس فكرة العائلة بتكون موجودة. وفينا كمان بهالإطار يكون في زيارة لقرايبين، قرايبيننا كمان هيدا تعتبر كمان داخل السياحة العائلية. وهي رح نشوف كيف من عدة أنواع مجزأة السياحة العائلية، رح نشوف أنواع السياحة العائلية فينا نقوم فيها بلبنان. اليوم السياحة العائلية كسوق إذا فينا نقول، يعني هيدا كمان عم بوجه الملاحظة والمعلومة للزملاء اللي بالمهنة كمان، اليوم هيدا السوق كتير عم بيتطور وكتير عنا طلب أكتر وأكتر على السياحة العائلية. هيدا سوق كتير مهم لازم ناخده بالعين الاعتبار وقت نطور خدمات ببلد. ما فينا نطور خدمات بلا ما ناخد بعين الاعتبار السياحة العائلية. وقت نعمل مطعم بدنا نشوف إذا فينا نعمل بلاي جراوند مع المطعم ليقدروا يلعبوا الأولاد إذا بيجوا عيال. وقتها هلا مزبوط، هلا رح نحكي عن هالشيء كمان. بركي اليوم في ترند كمان ضد العائلة كمان، هيدا ترند إنه في كتير ريزورتس حتى بلبنان يعني اليوم إنه ممنوعين مع الأولاد، أو مثلا أوتيلات أو مطاعم ممنوعين مع الأولاد. أوكي، هيدا هولي بيكونوا اختاروا يكون عندهم ايدنتيتي معين، هوية معينة بعدهم عن مفهوم السياحة العائلية. هيدا خيار بيعملوه اللي بيقدموا خدمات بطريقة معينة. بس بكل الحالات اليوم وقتها بدنا يعني نطور خدمة
دائما بنفكر كمان بهالسوق الكبير اللي هو سوق العائلات والسياحة العائلية اللي فينا نستفيد منه كتير. هلا بس بدي أوضح كمان مفهوم إنه وقت نحكي عن السياحة العائلية هي فرق بين السياحة العائلية والسياحة للأولاد أو السياحة التربوية. هون أوقات في ناس يغلطوا بين هالمفهومين. المفهوم السياحة العائلية مثل ما قلت هو وقتها نكون عم نعمل سياحة ضمن رايبين، ضمن ناس عندهم قرابة، أوكي؟ بيكون في عندهم قرابة معينة، أشخاص وصلتهم القرابة، بركي مثل ما قلنا في يكون أهل مع أولادهم، في يكون خالات إخوة مع بعض، في يكون حتى لو لأنه زواجهم في قرابة فيهم يكونوا مربوطين. سو وقت يكون في مجموعة مربوطين ب يعني قرابة معينة. السياحة مع الأولاد هو شغلة تانية. يعني اليوم وقت نحكي السياحة مع الأولاد اللي هي مثلا عندكم اليوم مجموعات ومؤسسات اختصاصها تعمل تورز للأولاد بلا أهلهم. يعني هو اللي بتشوفون مثلا أنتوا إذا كان عندكم أولاد بمدارس مثل الليسي أو الجمهور أو غير من المدارس أو الكوليج بوتستان أو الويزدجمن أو من هالمدارس اللي فيها تسمح لحالة تعمل مثلاً دي une semaine verte une semaine blanche. هول اللي بيعملون يعني ال week white week green week ما بعرف شو بيسموهم بالعربي وبالإنجليزي. سو بيطلعوا الأولاد تبع الصف معين أو مستوى معين بياخدون مثلا يعملوا نشاطات بالطبيعة لجمعة معينة خارج نطاق المدرسة، أو مثلا بالشتاء بيطلعون يعملوا سكي أو يعملوا مثل يعني هيك نشاط بالجبل وبالتلج. هول النشاطات معمولين للأولاد ما بيعنوا الأهل. يعني نحن عم نطلع تور الأولاد مع مؤسسات وتور أوبريتورز وحتى يعني بعض من زملائي كمان من الأدلاء السياحيين أوقات بيشتغلوا مع أشخاص مثل بلبنان عندنا أشخاص اختصاصهم هالشي مثل بولا سوسا اللي عندها ديكوفر قلبي، مثل عندكم أشخاص اختصاصهم السياحة للأولاد بياخدوا الأولاد بلا أهلهم من خلال المدارس أو من خلال جمعيات وبيبرمون. هيدا مفهوم لكينا قلنا بيختلف عن مفهوم السياحة العائلية. عنده مشتركات أكيد في إشي بتكون متشاركة بيناتهم، في نستخدم أوقات نفس الخدمات السياحية بس بدنا ننتبه إنه منه نفس الشيء. مثل الإدوكيشنال توريزم هو كمان من خلال جمعيات ومؤسسات مختلفة، تكون جامعية مدرسية تربوية مختلفة، بياخدوا هالطلاب يعملوا لهم تورات ليعلمون إشياء معينة بتهمهم لها المستوى العلمي أو لها الاختصاص العلمي اللي هن فيه. مثلاً بالجامعة نقول في architectural tour بيعملوا له، بيروحوا مثلاً على لندن بيعملوا architectural tour. هيدا بالeducational tourism ضمن إطار يعني المنهج التربوي تبع الطلاب يكونوا بالجامعة أو بالمدارس بيعملوا هالنوع من السياحة. هيدا مختلف. نحن رح نرجع مفهوم السياحة العائلية اللي هو مفهوم مثل ما قلنا بيربط أشخاص من نفس العائلة سوا، اللي هو كمان لازم نعرف أنه عنده متطلباته، يكون بالنسبة للمنامة للأكل للنشاطات رح نشوفهم سوا كيف، لازم تكون الخدمات يعني مناسبة لهالنوع من السياحة. هلا اعطيتكم قبل بشوي اكزامبل، انا كنت ام مثل ما انا ام مثل ما قلت لكم وكنت روح مع اولادي اوقات كنت هلا عم نحكي شفتوا شو صرنا نحكي بالماضي على مطاعم بالماضي اليوم لازم نرجع نبلش نروح مطاعم. وقت نروح على مطاعم ان
كان نحن تنقدر نرتاح كأهل يعني نضطر نشوف شو هن المطاعم اللي عندهم بلاي جراوندز، عندهم محل الأولاد فيهم يلعبوا فيهم، تنقدر نحن نقعد لوقت صغير نرتاح ونتهنى بالوجبة اللي رح نخدها بهالمطعم. سو لازم في خدمات معينة بدها تتطبق يعني تكون مناسبة للعيال. نفس الشيء للمثلا للمنامة للأكوموديشن. في أوقات مثلا وقت يكون ناس عندهم يعني بيبيات أو أولاد صغار، في أوتيلات مثلا ما بيكون عندهم السرير يعني التخت للبيبيات، يعني هيدي الشغلة مثلا نقطة سوداء إذا فينا نقول لأوتيلات معينة. لازم دايما نشوف نحن شو الخدمات المناسبة للعيال. واليوم عم بقول لكم هالشي لأنه أكتر وأكتر القطاع السياحي عم بياخد بعين الاعتبار هالسوق السياحة العائلية، مع أنه شغلة غريبة أنه أنا كنت عم جرب أشتغل عليها أشوف إذا عنا labels، يعني إذا عنا إشارات معينة لخدمات معينة تتعلق بالسياحة العائلية. صراحة ما لقيت، يعني عادة مثلا تشوفوا مثلا eco-friendly، أنه يكون خدمة بيئية معينة قريبة من البيئة أو يعني صديقة للبيئة، بس ما يعني مع إنه في networks، يعني networks وقت نقول شبكات، يعني في شبكات اليوم خدمات رح نحكي عنها كمان بعد شوي، إنه في شبكات خدمات اليوم عم بتشجع وعم تتخصص بالسياحة العائلية. اليوم رح نحكي عن الفاميلي فريندلي ترافل. اليوم الفاميلي فريندلي ترافل مثل ما كنا عم نقول بده يتعلق، ما فينا نهرب منها، بالمنامة، بالمطاعم، بالنشاطات اللي عم نعملها، وكمان بالترانسبورتيشن. هلأ النشاطات رح نحكي عنهم أكتر أكيد بعد شوي، بس مثلا ترانسبورتيشن كمان مثلا إذا بتشوفوا اليوم بالترانسبورتيشن مثلا نحن اليوم ما بعرف بتسمع عن هالكونسبت كمان، هو الكونسبت تبع الانكلوزيف توريزم، اللي هو انكلوزيف يعني بيشمل مش كل انواع السياحه، بيشمل كل انواع الناس، يعني بيبشر السياحه انه نحن لازم كل شخص لو عنده موبيليتي ناقصه معينه في يكون عنده أكسس للسياحة. وهون دايما نحن بنفكر انه بس للهانديكاب بيبل، انه اللي عندهم اعاقات جسديه انه هن معنيين بالموضوع، بس ننسى انه في غير اشخاص هن معنيين بالانكلوزيف توريزم، اللي هن مثلا العيال اللي عندهم بوسات، يعني اللي عندهم هيدي البوسات اللي كمان تتروح تتنقلوا باوقات اماكن اثريه او اماكن سياحيه، لازم يكون المكان مجهز لهالشيء للبوستات. نفس الشيء للناس الكبار بالعمر اللي اليوم هن بشكله محور كبير من القطاع السياحي، اللي هن كمان عندهم امكانيات تنقل هيك محصوره، ولازم ناخذ بعين الاعتبار التنقل تبع هالاشخاص الكبار. ويعني كمان نجهز الأماكن نسبة لهالأشخاص اللي هن عضو كمان من العائلة. يعني نحن وقت نحكي عن العائلة كمان أوقات نحكي عن البي والأم والولاد، بس كمان أوقات بيجوا معهم التيتا والجدو، أوقات التيتا والجدو بياخدوا الولاد بلا الأهل. يعني في عدة فورمولات فينا نحكي فيهم للسياحة العائلية، وهون منشوف كيف كمان حسب إمكانيات كل شخص بالعائلة كمان رح نقوم بنشاطات معينة. مثلاً ما رح يروحوا مثلاً تيتا وجدو يعملوا لنا الأولاد مثلاً تسلق جبال، يروح يتسلق جبال مع يعني الأولاد الصغار، لا بدهم يعملوا نشاط مناسب أكتر لألو. على كل حال رح نرجع نشوف هالأشياء كمان سوا. نحن كمان لازم نختار نوع سياحة عائلية معين نسبة لعدة معايير. شو هن المعايير؟ نحن أول معيار يعني لازم نشوف وقت بدنا نعمل خيار لنشاطات معينة أو
ل او لملامة معينة او لمطعم معين، لازم ناخذ بعين الاعتبار عمر الاولاد. يعني حسب عمر الاولاد فينا نتجه على هيدا المطعم او على هيدا المطعم او على هيدا او على هيدا الاوتيل او على هيدا النشاط. اوكي، رح اعطيكم مثل مثلا اليوم لانه عم ينحكى كثير فيه، مثلا سمعتوا اكيد بال البنت اللي كان عمرها 15 سنه اللي توفت بنهر ابراهيم، كانت عم تمشي عم تعمل هايك. هايك ما مفروض يكون، ما فينا نحن نحط اشارات على كل ضفاف الانهار بلبنان قد في خطوره. صار في مشكله، يعني هون كمان بدنا نقي صعوبه المشوه بدنا نعملها. او حتى مثلا نحن بلبنان اتفق انه عندنا كمان مطاعم على ضفاف الانهار بلبنان، اوقات ما فينا نروح عليهم لانه في عندنا اولاد عمر صغار معقول يقلبوا بالنهر وقت يكون في نهر الانهار بعدها بتكون قويه مثل اليوم. سو بدنا ننتبه كثير نحن على عمر الاولاد وعلى نشاطات اللي فيهم يقوموا فيها بعمر معين او مش بي. الكبر العائله، قد ايه كبر العائله كمان هيدا رح يختلف من رح ياثر على خيارات من الترتيح العائليه. قد ايه البيجي، قد ايه دي الإمكانيات المادية اللي عنا إياهم تنقوم بهالسفرة أو بالتانية أو بهالنشاط أو بالتاني. شو هو الموسم يلي نحنا رح نختار نعمل نشاط فيه؟ وأكيد نحنا ثقافياً كمان كثير مهم تعرفوا إنه نحنا السياحة العالم السياحة يعني العائلية بتختلف من مفهوم ثقافة من بلد لبلد. يعني نحن كلبنانية ما بنعمل سياحة عائلية مثل ما بيعملوا سياحة عائلية الألمان أو الفرنسوية أو أو الأمريكان. كل ثقافة أصلاً العائلة فيها عندها ميزاتها، وكمان من الناحية الثقافية نحن كلبنانية رح نقوم بسياحة عائلية معينة نسبة للأرضية الثقافية تبعيتنا. كمان هيدي شغلة كمان كتير مهمة. عملكم في عدة شبكات، يعني اليوم أكيد بتحكي عن السياحة العائلية، منهم مثلا في Family Travel Association، بس هيدي أحد الشبكات. بس أنا لقيت أنه نسبة لأهمية السياحة العائلية بعد في كتير شبكات تواصل، وما في labels يعني في أوقات بتشوفوا kids friendly كمان، يعني it's هو مناسب للأولاد، بس ما بتشوفوا كتير كمان labels معلقين بالfamily tourism. بس هيك كم أفكار للسياحة العائلية بشكل عام، بس أعطيكم أفكار عامة يعني بالعالم اللي فينا نقوم فيهم بالسياحة بالعالم. يعني هي عنا أكتر شيء، وهيدا نوع من السياحة بلبنان كتير، وقت تروحوا عن مثلا شركة سفريات وبتقولون مثلا أنه شو فينا نعمل تور مع أولادنا، كتير بيشجعوا للكروزز تعرفوا هالرحلات بالبحر بالبواخر الكبيرة اللي كتير من الأوقات بتكون مجهزة بيه. بتشوفوا مثل الووتر باركس، بيكون في ووتر بارك أو تيم باركس بقلب الباخرة، بيكون في بلاي جراوند، بيكون في اكتيفيتيز للأولاد. حتى التافه أنه في كونسبتس مثل يكون كوستا أو يكون ام اس اي أو غيرهم الكوزز، بيكون عندهم خدمة خاصة للعيال اللي هن وهون في شيء. اوقات احنا كاهل بنعوز انه نسلم اولادنا ونرتاح شوي، فبيكون عندهم خدمه مثل حضانه او مثل نشاطات لكل الاعمار للاولاد، وفي فيهم هيك الاهل يستفيدوا من السفره ويرتاحوا والاولاد يكونوا مبسوطين سوا. عندنا كمان ثيم باركس اللي هن اكيد
نوع نشاط كتير معروف ومعين وبكل العالم عنا أنواع تيم بارك. مثلا هيدا البارك اللي بتشوفوه هون بالنص هيدا بالفيتنام، أوكي أنتم كلكم تعرفوا مثل ديزني لاند وإيرو ديزني بفرنسا وغيرهم من هالتيم باركس اللي هن كتير. كمان اليوم نحن بلبنان وقت نحكي عن سياحة العائلية وقت تروحوا على شركة سفريات بيقولوا لكم عندكم هالاحتمالات تركزوا سفراتكم حول انه هالبارك داستيريكس. مثلا وقت تروحوا على باريس تروحوا على بارك داستيريكس وعلى إيرو ديزني ننسى وقت انه في كتير نشاطات غير فينا نعملهم. بس هيدي الفكرة. اليوم كمان في سياحة عائلية كتير بتصير بقلب المدن الكبيرة، في ناشونال باركس اللي نحن بنقوم فيهم بنشاطات بيئية وأكيد رياضية وبيئية صديقة للبيئة. ناشونال باركس تعرفوا بيكونوا محميات يعني كبيرة منلاقيها بكل بلدان العالم ومنلاقي نشاطات حواليها. road trips يعني تعرفوا نحن ما عنا كتير هالثقافة بلبنان كمان للعيال. انتبهوا في مثلا هلأ في trends لمجموعات معينة بيعملوا مثلا road trips مع موتويات أو road trips معينين بالعالم، بس كتير قليل نحن هالconcept road trips منه كتير يعني بيطبق على البيئة عنا بلبنان وبالمنطقة، اللي هو تعملوا مثل مشوار بسيارتكم أو بوسيلة نقل معينة على فترة طويلة. السكي فاكيشن تعرفوا كل شيء نشاطات بالثلج، وكيف الأهل كمان كتير أوقات العيال بيحبوا هالنشاطات. كمان سكي versus يعني كل شيء white tourism versus also كمان blue tourism اللي هو beach vacations اللي كل شيء بالبحر. نشاطات هولي نشاطات كتير عائلية الناس بتحب تروح على ريزورتس. ونحن عنا بلبنان كمان عم جرب فرجيكم كيف انه كمان من منطلق اللبناني وقت نحكي outgoing family tourism، يعني اذا انتم من لبنان ظاهرين برات لبنان، لانه نحن انا هلأ مركزة تانية قصة من المحاضرة تبعيتها على لبنان وعن نشاطات اللي فينا نعملها هون. بس مثلا عندكم كل شيء بتعلق بال ريزورتس اللي فينا نروح عليهم، بتسمع أكيد عن مناطق مثل أنطاليا وهالمناطق بتركيا أو بمناطق باليونان، كل الديستينيشنز عندهم بحورة عندهم بيكون ريزورتس محور العيال، يعني بيكون كتير فاميلي فريندلي ريزورتس الناس بتحب تروح عليها، بيكون في أكسس للبحر أكسس للبيسينات لكل شيء بتعلق بالبلو توريزم. عنا أكيد الأدفنتشر فاكيشنز يعني نعمل نشاطات هيك شوي فيها هيك حماس وأدفنتشر رح نحكي عنهم. ووتر باركس، إن الووتر باركس أكيد كتير بحبون الأولاد والعيال. وفي الأجرو توريزم كمان رح نحكي عنه نحن في لبنان. الأجرو توريزم يعني كل شيء بتعلق بالسياحة الزراعية وكل شيء بتعلق بال الفارمز والفارمز انيمالز وهيك. هلا رح نرجع نشوفهم كمان لانه بلبنان عندنا كمان كثير هالنوع من السياحه اليوم عم بيتطور. مثل ما نقلكم كمان بالاول انه انا قمت بمبادره اللي هي الفاميلي توريزم مع نيوس كيدز، اللي هي كانت مبادره لا نشجع السياحة العائلية بلبنان. للأسف اليوم أنا وقفت أعمل نشاطات للولاد لأنه ولادي كبروا بقى. بليز في حدا المايكرو أون. نحن عطينا مثل هيك أفكار وتوجيه للسياحة العائلية، بس للأسف اليوم توقفت هالمبادرة نيوس كيدز. بتمنى أنه بركي حدا غيري يكفي فيها، بس هي فكرة السياحة العائلية رح تشوفوا قدي حلوة واسعة وفيها إمكانيات عمل. شو هي ليه نحن بدنا نطور السياحة العائلية بشكل عام وبشكل خاص بلبنان؟ أول شيء نحن وقتا نعمل سياحة عائلية من نرجع من قوي كل العلاقات اللي هن العلاقات العائلة اللي هن بثقافتنا نحن بلبنان بشكل خاص. نحن بعد العائلة كتير مهمة، شغلة كتير مهمة بثقافتنا، وبس ما بيمنع هالشيء انه مع التطور العالمي
والعولمة نحن اليوم أكثر وأكثر في خطر على العائلة إنه تتجزأ العائلة ويكون في خطر عليها. سو دائما لازم نفكر بنشاطات بتجمع العائلة وبتقويها. كمان نحن عايزين اليوم بشكل خاص وهيدا نداء للجميع عن جد، نحن أولادنا كلهم ما عندهم نظرة غير للخارج، ما بدهم بقى يبلوا بلبنان، ما بيأمنوا إنه هيدا بلدهم، ما بيأمنوا بباكي بالهوية اللبنانية للأسف. يعني لازم نقول الأشياء مثل ما هي، يعني ما لازم بقى يعني نستحي من هالشي لأنه هو واقع. وأنا قدي يعني العالم بيعرفوني بيعرفوا قدي بحب لبنان وبشر بلبنان عن جد بأهميته السياحية والموارده. اليوم عايزين نرجع نفرج لأولادنا قدي هيدا بلد حلو وقدي فيه ثروات على صعيد الاجتماعي، ثقافي، تاريخي، ديني، على كل المستويات. نحن عنا بلد ما في منه، بس للأسف أكيد مثل ما بتعرفوا الحالة اليوم كل شيء بيجرنا ضد هالشي. بقى نحن عايزين وهيدي السياحة العائلية بتسمح لنا كمان مثل دعوة هي ويعني توعية كمان لكل أولادنا ولكل الناس اللي حوالينا يرجعوا يفرجوا لهال نيو جينيريشن قدي لبنان حلو وقدي مهم على كل المستويات. سو نحن وقت ننظم سياحة عائلية بلبنان أول شي فينا نعمل هالشي بكل لبنان بكل الأراضي اللبنانية، والحلو إنه جغرافيا كمان لبنان كتير بيختلف من الجبل للساحل واتسترا لسهل البقاع يعني عن جد عنا ثروات على صعيد كل الموارد السياحية تبعونا. سو لازم تكون هاي التوعية. وكمان نحن أكيد السوشيال فاليوز يعني القيم، نحن القيم العائلة بدها تقوى وقت نعمل يعني تورات وهالنوع من الرحلات سوا. اليوم لازم نفرجي إنه في بديل، نحن بنحكي كمان عن السياحة البديلة. اليوم في بديل على التي في، على السيلولارات، على الكمبيوترز. لازم نقدر نظهر أولادنا والناس كلها من هالشاشات اللي اليوم نحن صراحة حصرتنا ونحن مسجونين بهالشاشات. اليوم نحن عزوم مزبوط، بس نحن كمان عايزين، أنا اليوم ما بعرف إذا في كمان أشخاص عم بيسمعوني اليوم، أنا كان عندي رحلة اليوم كتير حلوة مع مجموعة كانت بمحمية بنتاعل، كنا بمحمية بنتاعل، محمية كتير حلوة وبنصحكم كلكم تروحوا تزوروها. عملنا درب ماشي كتير حلو، وكمان زرنا بالمنطقة عدة كنايس كتير مهمة منهم كنيسة مرجعيس بقدة، كمان زرنا كنيسة مرسمعان بضواحي جبال بحي مرسمعان اللي كان فيه ناسك هونيك عمود يعني قديس عمود. بس تقلكم انه عن جد فينا كمان نعمل نشاطات بديلة على بي اس، على الألعاب الإلكترونية، على السيلولار، على الآيباد. لازم نظهر من شاشاتنا. واليوم وقت بتعملوا كمان هيدي نقطة كتير مهمة، وقت بتعملوا نشاطات بلبنان وتظهروا من البيئة تبعيتكم الصغيرة، بتكونوا كمان لو شو ما عملتوا نشاط بتكونوا كمان بطريقة أو بالتانية عم بتساهموا بالتنمية المستدامة بالمناطق اللبنانية الريفية. يعني انتوا إذا طلعتوا من عمنطقة حيالة منطقة، مش ضرورة إنه شيء عملتوا نشاط بسيط رحتوا من منطقتكم على غير منطقة واشتريتوا منقوشة بالضيعة اللي رحتوا عليها، بتكونوا عم بتساهموا بالتنمية المستدامة، بتكونوا حركتوا لو بشكل كتير بسيط ومتواضع بتكون حركته الاقتصاد بشكل أو بتقل. إذا كل واحد منا بيقوم بنشاط بمنطقة ريفية منكون عم نساعد كلنا سوا هالأرياف وهالمناطق اللي عايزة تنمية تنمى وتزدهر. بقى أنا بنصحكم تروحوا على كل هالمناطق
واللبنانية اللي هي بتقدم لنا كتير من الخدمات المختلفة اللي كمان فينا نزور فيها كتير اشياء مختلفة. شو هن النشاطات خصوصا انا هلا قلت لكم القسم اللي بدي اركز عليه هو بلبنان نحن شو فينا نعمل نشاطات باطار السياحة العائلية. وهون رح نشوف قد ايه عنا عن جد تنوع بانواع السياحة اللي فينا نعملها بلبنان اللي هي رح نشوفه المحاور المختلفة سوا. منبلش بالأجرو توريزم يعني كل شيء بيتعلق بالسياحة الزراعية وكل شيء بيتعلق بالسياحة اللي كمان قريبة على السياحة الريفية يعني بالأرياف. مثلا هون بتشوفوا مثلا فينا نعمل نشاطات مع كل رعاة الغنم ورعاة البقر ورعاة الخواريف، منشوف كيف بعضهم عايشين كيف في تافه. نحن بلبنان عنا مفهوم البدو اللي هن رعاة اللي غير النور اللي انتو بتشوفوا باكي خيام بسهل البقاع او على الساحل اللبناني، هو النور اللي بيشتغلوا بالقطاع الزراعي بلبنان وهن منن ما بيكونوا يعني بيكونوا ناس كتير او شي فقرة وبيشتغلوا بس موسميا على الزراعة. بس البدو اللي هن يعني عندهم هن رعاة يعني بدوينز اللي هن بعضهم بيعيشوا بالطريقه التقليديه مع الماشيه تبعيتهم، فينا نتعرف عليهم ونشوف كيف عايشين ونروح على مناطق ريفيه. هلا في كثير من النشاطات بالاجرو توريزم، انا بدي شدد كمان على النشاطات اللي فينا نعملهم باطار كل شيء بيتعلق بالطاف الموسمي. هيدا نشاط الطاف الموسمي كتير حلو وكتير مميز وكتير بيساهم بالتنمية المستدامة بالمناطق. ليه؟ لأنه أنتوا بتكونوا عم بتقوموا بنشاط أول شيء كتير مفهوم العائلة مهم فيه، منروح منقطف شيء بمنطقة معينة. المزارع اللي رح نتوجه لإله هو مزارع إذا بده ينزل يبيع منتوجاته بالسوق المحلي بيخسر تقريباً 80% من القيمة تبع منتوجاته. إذا نحن رحنا لعنده هالمزارع وساعدناه بالقطاف واشترينا من منتوجاته مثل ما نحن بنشتري بالسوق بس مباشرة من عنده، صدقوني قدي بيكون هو مستفيد. 80% بيكون مستفيد لأنه ما بيكون دفع كل سلسلة الحرامية اللي هو بده يقطع فيها تيوصل على السوق اللبناني بالسوبر ماركت وبالدكاكين. بتكونوا أنتوا عم تشتروا من عنده منتوج طازة طيب، عم بتعملوا نشاط مهضوم كتير رح تشوفوا كيف. وبنفس الوقت نحن بنسميها it's a win-win situation يعني كلنا مبسوطين، نحن عم نفيد المزارع والمزارع عم بيستفيد منا ونحن عم نعمل نشاط لعائلتنا كتير مهضوم ونشاط كبار وصغار بيحبوه صدقوني. هالنشاطات بتتقسم على المواسم، يعني نحن عنا أكتر شيء طاف الموسم بالخريف وبالربيع. دونك بالخريف شو فينا نعمل؟ مثلا كمان عندكم المشروم بيكينج مثلا اللي هو أكيد بدكم تنتبهوا اليوم ما فينا حيلا مشروم منروح نقطفه بل ما يكون في عنا اختصاصي. أنا كنت أعمل هالنشاط مع اختصاصيين يعرفوا أنواع المشرومز اللي هن مسمين وغير مسمين، يعني هيدي كمان بس توعي انتبهوا مش إنه تروحوا تبعتوا أولادكم يقطفوا يعني فطر بالغابة بالخريف وما بيعرفوا فيه تكونوا مسمين. So, بس كتير حلو هالنشاط وكتير مهضوم فيه ينعمل نحن عنا عن جد تنوع يعني مشرومز كتير حلو بلبنان. وعنا كمان مثلا الأبل بيكينج الكل شي بتعلق مثلا كل الفواكه الموسمية بالخريف منهم التفاح، ما فيكم تصدقوا قدي بيحبوه. وهيدا نشاط تعملوه مع أولادكم بحبوه كتير إذا بتتفقوا مع المزارع ببلاش زيرو كوست، بس أنتوا بالآخر بتكونوا عم تدفعوا شو قطفتوا للمزارع اللي هو فيكم تكونوا كأنه حسبوه أنه جبتوه من السوبر ماركت أو من الدكانة.
بس صدقوني قد ايه بيحبوا الاولاد يقطفوا الاوليف بيكين كمان بالخريف. سو عندنا كمان نشاط كيف بيقطفوا الزيتون وكيف بيقوموا بعصر الزيتون. عندنا عده انواع عصر زيتون، بتعرفوا في الطريقه التقليديه والطريقه الحديثه. فينا نترجم للاولاد، بتشوفوا هون مثلا الطريقة التقليدية مع الحجار الكبار كيف بيعصروا الزيتون، وفي الطريقة الحديثة مع مكانات معينة. دونك هيدا كمان نشاط، يعني منشوف من المزارع كيف نقطف المنتوج وبعدين كيف منحوله لعدة اشياء منهم الزيت والصابون وغيره. دونك هيدا نشاط كمان كتير مخدوم. كمان فيكم تروحوا على مصر الزيتون بموسم الزيتون، زيرو كوست، بيتعلموا الأولاد كيف بيعصروا الزيتون وكيف بيعملوا. سو كتير بيحبوا كمان هالنشاط الأولاد، كيف بيقطفوا كمان الزيتون، فيكم تروحوا تقطفوا معهم زيتون وتفرجوهم. عندنا كمان بأول الخريف يعني بآخر الصيفية، عندنا الفاندانج الهارفست اللي هو كمان العنب، كيف بيقطفوه كمان. هيدا مثلا بتشوفوا ليكو شو هالموقع الحلو بدومين لاتوربا، إذا سمعين عنه بالبقاع الغربي بوج بحيرة القرعون. هون كنا بدومين تاني، في تعرفوا في كتير واينريز واليوم عندهم أراضيهم بجرود الباترون. اليوم عندنا مناطق عندها كمان يعني عنب، وفينا نروح نقطف فيها نتعلم كيف بيقطفوا العنب، وبعدين نروح نزور واينري كيف بينجو كيف بيعملوا بعدين مبيد من هالعنب، وكيف فينا نعمل غير المبيد الخل، وكيف فينا نعمل العرق وغيرهم من الأشياء. بالربيع عنا كمان كثير أنواع قطاف، مثلاً عنا الفريز. هلأ اليوم نحن موسم ربيعي، بقى بعزمكم كمان كلكم تاخدوا أفكار هلأ كمان إذا بدكم تعملوا نشاطات. مثلاً هيدا أنا كنت نظمت قطاف الفريز بمنطقة ليسا، إنه كتير مهضومة الفكرة، بتروح بتقطفوا فريز مع الأولاد. هلأ بدنا ننتبه كمان أوقات المزارعين بيكونوا بيخافوا إنه ننزعلن مع الأولاد المنتوجات، وهون هيدي توعية للأهل إنه وقت تروحوا تتعاونوا مع كمان مزارع بتكون تطمنوه إنه نحنا بدنا نتعلم منه كيف نقطف هالمنتوج، وما رح نجرب يعني نعلم أولادنا ما يأذوا الزراعة الأرض الزراعية تبعيتك، بشكل أنه تقدر تكفي أنت كمان بعدين تقطف المنتوجات تبعولك بشكل منيح. دوك هيدا مثلا بمنطقة ليس، هيدا فرجيتكم هون بشكلنا بأفقى، بمنطقة أفقى شفتوا بالعلو على السواحل فينا نعمل هالنطرات. هيدا جنة أرطبة، كتير كمان بيزرعوا تحت كتير فريز، عملنا نشاط كتير حلو لقطف الفريز. عندكم كمان بالمناطق الساحلية فريز، إذا بدكم مرة عملت نشاط بأنطلياس أو هون بسن الفيل. عندنا لقطف الكرز اللي هو كمان نشاط كتير مهضوم وكتير فينا نعمله، أكيد هلأ جاي موسمه. وهون بحب ذكر وأكيد بتعرفوا بركة إنه كل سنة كمان في مهرجان الكرز بضيعة حمانة، بيعملوه تقريبا اول حزيران يعني اول جون، يعني قرب موسمه. هلا ما بعرف اذا رح يقدروا يعملوا هالسنه مهرجان، بس كل سنه بلده حمينا بتنظم مهرجان، وهي بتنظم نشاط قطاف الكرز، فيكم تروحوا. بس مش يعني حمينا هي المنطقه الوحيده اللي فينا نعمل فيها نشاط قطاف الكرز. انا عملت بعده مناطق، في بالعقوره فيكم تعملوا قطاف كرز، مثلا في جيتا هاوس بهن كمان بينظموا قطاف كرز، في هلا كمان شخص اسمه أديب هاشم كمان خبرنا انه عم بيعملوا نشاطات لقطاف الكرز ولهيك نوع من الفواكه، في بمنطقه بشري، بكثير مناطق مختلفه بلبنان فيكم تقوموا بهالنشاطات. وشغل بركي ما بتعرفوا انه بلبنان في بلوبري، يعني اوكي في دي فرامبواز، هيدا ما بعرف شو بيقولوا له بالعربي، بس انه نوع من الفريز فرامبواز او بلوبري بالانجليزي، اللي هن بيزرعون بالبقع الغربي حد بحيرة القرعون كمان. بتشوفوا هون الموقع بجنن وليد معلولي، هون التحية لإله كمان، هو بلش بهالزراعة، واليوم في كتير من المناطق
عم تزرع فرامبواز. دونك هيدي كمان شغلة كتير هيك مهضومة فينا نعمل إطار في الفرامبواز اللي هي الأولاد كثير بيحبون على فكرة كمان. دونكي رايدينج شغلة بلبنان نشاط كتير مهضوم بس منه ما فينا نعمله كتير بلبنان للأسف. أنا عن جد كنت دايماً وقتها بشتغل على مشاريع تانية بقولهم لازم نحن نشتغل على مشروع حمير بلبنان. بعرف رح كتير منكم عم بيفكروا إيه عنا كتير حمير بلبنان بس مش بمحلهم بركي ما بعرف. اليوم كتير منقلل باتريمون الحمير تبعنا بلبنان بشكل عام بالضياع. هيدا مثلا نشاط نحن عملناه بعين عرب كمان بقى على الغربة رحنا وعملوا لنا مشوار على الطواحين كان كثير حلو كل عائلة أخذت حمار وطلعت على الظهر ومشت. كمان هيدا نشاط كثير مهضوم وبالعالم اليوم في دونكي توريزم فيكم تستأجروا ببلدان معينة أوروبية فيكم تستأجروا كيف بيستأجروا الناس أوقات سيارة أو بيسيكلات تيعملوا تور فيكم تستأجروا حمار. واليوم في منامات خاصة بالحمير يعني بتعملوا بيعطوكم إمكانيات تور تعملوه مع الحمار بتروحوا من ضيعة لضيعة مع حماركم بتناموا بضيعة معينة بيكون فيها أوتيلات لإلكم وللحمير معينة تقدروا تتجولوا. هيدا كتير كمان نشاط بيحبوه الأولاد وبإطار السياحة العائلية. في نوع من السياحة العائلية اللي هي أكيد نحن منشجعهم منحب نخبر عنها بس أكيد منا يعني منا هينة ومش دايما منفكر فيها كسياحة عائلية بس هي social sharing activities اللي نحن فينا نقوم أوقات وحتى لو كنا عم نعمل سياحة بيئية أو سياحة ثقافية بمنطقة معينة مع عائلتنا فينا كمان ندخل وجه اجتماعي بالتور تبعنا. أنا مثلاً كتير كنت بنشاطاتي جرب كمان مثلاً نتعاون مع جمعية محلية بالضياع مثلاً نقدم شيء لأولاد بحاجة نقدم لهم شيء نطلع معهم نعمل كيكس أو نجيب لهم كيكس يزينون أو نعمل نشاطات معهم معينة وهيدا الشيء ما لازم ننسيه إذا فينا ندخله كمان بإطار السياحة العائلية بيكون كتير حلو. عندنا كمان بهالإطار التورات التوعية يعني للتوعية منهم مثلا رح أعطيكم أكيد ما فيه أحكي عن كل أنواع التورات للتوعية والنشاطات للتوعية بس منهم مثلا زراعة الشجر بالمناطق مثلا نحن هيدا النشاط عملناه بالتعاون مع جذور جمعية لبنانية بيزرعوا شجر نطلع يعني مع الأولاد منفرجيهم ومع العيال منفرجيهم قدامهم نحن نرجع نشجر لبنان اللي هو كتير منكم بيفكروا أنه بطل أخضر هلأ بعده أخضر ونحن كل واحد عنده مسؤولية يرجع يعمله أخضر. إذا كل واحد منا بيزرع شجرة من وقت لوقت كل واحد منا قدام بيته بيزرع شجرة فينا نخليه أخضر وفينا نعمله أخضر وهيدا الشيء لازم نعلمه لأولادنا ونبشر فيه. كمان أنا مثلاً هيدا نشاط يعني أوقات نحن وقت نعمل تورات وبتصور هون زملاء الأداء السياحيين كتير أوقات كمان منتأسف وقت نزور أماكن أوقات سياحية منشوف إنه في زبالة حوالينا مش منه نضاف ضفاف أنهر كمان بس هيدا كان النشاط نحن عملناه نحن على ضفاف جسر القاضي بشوف في منطقة ولا أروع من هيك كانيونز حد النهر ولا أروع مناظر ولا أروع بس شو جاي ناس تجي بتعمل بيكنيك وبتكب وبتجو. نحن أنا قلت لهم للجروبي اللي كان معي قبل ما نحن نقعد نعمل بيكنيك جبت لهم كفوف وجبت لهم كاس زبالة ونظفنا كل المنطقة نحن حوالينا قبل ما نحن نقعد نعمل بيكنيك وأكيد عملنا بيكنيك وأخذنا رجعنا زبالتنا معنا. بهالشكل الأولاد والناس اللي كانت معنا كلها شافت إنه كمان مهم نحن نحافظ على نظافة بلدنا ونرجع يعني ننتبه على الطبيعة. هلا أكيد في كل شيء النشاطات اللي تتعلق بالنشاطات السياحية العادية الثقافية يعني زيارة الأماكن السياحية لما هون بنشوف قلعة المسيلحة أو أنفي هون مثلا ببسكنتا وجه ميخائيل النعيمي
وعنا كمان فينا نعمل مع العيال ومع الأولاد نشاطات مثل هيك نعطيهم أدوار للأولاد. أوكي هون الأولاد بيتعلموا أكتر بكتير من زيارتهم وقتا نحن نخليهم يعملوا نشاط معين مهضوم من زيارة اللي عم نعملها. مثلاً إذا زرنا قلعة المسيلحة فينا نعملهم مثل أنه هن كانوا شوفاليه، يعني هن كانوا هيك نعطيهم مثل هيك العدة تيكونوا يمثلوا كأنه هن كانوا دي شوفاليه وهن عم بيحاربوا بهالقلعة ضد العدو يمثلوا. وهون عن جد الأولاد كتير بينبسطوا بالنشاط وهيك بيعيشوها وبيفهموا أكتر الموقع اللي عم بيشوفوه. كان مثلا هيدا النشاط برنسيس شوفاليه، إنه كيف إنه في أميرات والمحاربين. هلا بمش يعني عنا كمان زيارات لأماكن كمان أثرية فينا نعملها بعدة طرق، يعني كمان هون بطريقة إنه الأولاد بعرف إنه أنتوا دايماً إنه مع الأولاد نحن يي في حياية يي في ما تعرف شو هون وما تطلعوا هون. مزبوط لازم ننتبه إنه أوقات في محلات خطرة ما فينا نعربش فيها وما فينا نروح كيف مكان يمين وشمال، بس كمان نحن لازم كمان نخلي الأولاد يعيشوا الموقع اللي هن فيه قد ما فينا، إذا فينا نخليهم يبرموا ويتجولوا بالأماكن. عنا زيارة المتاحف اللي هن كمان زيارة المتاحف اللي هي شغلة كتير حلوة، منا شغلة مملة. في كتير أوقات الأولاد بيفكروا إنه زيارة متحف هي زيارة مملة، نحن علينا وعلى المتحف كمان على إدارة المتحف نخلي هالزيارة تكون ترفيهية كمان مش بس تربوية. دونك هيدا مثلا متحف بسوس للحرير إذا بتعرفوه كتير حلو ومنهجي، لأنه بيفرجوكم كيف بيربوا دود الأز وكيف بعدين كانوا من دود الأز يطلعوا الحرير. هون نشاطات يعني أنا زملاء كمان الأدلة بيافو بالمتحف الوطني اللبناني. أوكي عنا كتير قطع أثرية، عنا فيهم يكونوا يبينوا الفيترينات مملة، بس نحن علينا نخليهم يعيشوا هالتراث وهالتاريخي اللي نحن عم نخبرهم عنهم، نعمل لهم نشاط معين بشكل ونفسر بطريقة ومنهجية معينة بشكل إنه كبار وصغار يحبوا هالزيارة. وفي متاحف، في متاحف هي مفتوحة للجميع وبتناول كل الأعمار، بس في كمان متاحف أوقات هي كتير حلوة بشكل خاص للأولاد وللعيال. مثلاً أنا أكيد في كتير منكم ما بيعرفوا بمتحف بيلي كرم اللي هو موجود بالزوق. هلا متحف بيلي كرم منه متحف فيه دخولية ومفتوح للجميع ساعات بدكم، بس متحف بيلي كرم شخص كتير هيك خدوم وبيستقبل كل الأشخاص اللي بيحبوا يزوروا عنده المتحف. هو بقى كتير منكم بيعرفوا إنه ربح بالجينيس بوك كولكشن تبع السيارات الصغيرة تبعه والفيجورينز. سو عنده مجموعة كبيرة من القطع اللي كتير حلوة للكبار وللصغار بالسيارات. عنا مثلا متاحف مثل المتحف العسكري تبع الجيش برياء اللي هو متحف بدكم إذن خاص تتزوروا، صراحة منه متحف مفتوح كمان للجميع، بس فيكم تزوروا يعني فيكم تطلبوا إذن من الجيش تتزوروا. في متاحف مثل متحف الرشانة اللي هو متحف فن بنفس الوقت هو مفتوح لزيارة الأولاد عنا متحف تربو اللي بخبرنا عن كيف كانوا يعيشوا بالحياة الريفية بشكل عام. وعنا هون عنا زيارة أنفة مثلا كيف نعرف كيف بيستخرجوا مثلا الملح، فينا نزور الملاحات ونشوف كيف بيستخرجوا الملح، وبنفس الوقت فينا نزور الموقع الأثري. وعندنا كمان نوع من النشاطات اللي هن النشاطات الرياضية اللي فينا نعملهم مع أولادنا ومع العيال اللي هن بيروحوا من الأهين شيء للأصعب شيء، من الكتير مكلف للكتير رخيص. مثلا المشي بالطبيعة هو ما بيكلف شيء مبدئيا، أوكي أوقات في دخولية على محمية أو فينا ناخد جايد وندفع له،
بس هو كلفة كتير قليلة المشي، وكتير بيحبوا الأولاد وكتير بيكون شيء مهضوم. عنا مثلاً هيدا كان مشي عندكم كتير من نوع من أقطع عليهم بسرعة لأنه أكيد هو بس أمثال بلبنان شو فينا نعمل. تعرفوا كتير منيح أنه فينا نمشي بوادي أديشة مثلاً، ما تفكروا أنه بس الكبار والصغار والعيال فيهم يمشوا حسب المشي، في عدة أنواع صعوبات. هون تحية لزميلي كمان جوني نعمة اللي هو دليل بي كتير منحبه ونشيط بوادي أديشة، اللي عن جد بنصح الجميع إذا عزتوا تروح على المنطقة كمان. أكيد كل زملاء بالخدمة، بس جوني هو عن جد منطقة بتجنن دكتورنا. منطقة أديشة بتجنن أكيد أكيد. عنا نهر الجوز كمان كتير نحكى فيه، نهر الجوز اللي هو اليوم فيه كمان عدة مناطق فيها نمشي فيها بنهر الجوز. نهر الجوز بينطلق من تنورين للمسيلحة وفينا نزورها. اليوم في مثلا درب كتير هينة فيكم تعملوها من بيت شليلة صوب تنورين كتير حلوة. في عدة مشاوير فينا نعملها حد نهر الجوز حلوة. بالمحميات الطبيعية بلبنان مثل محمية أرز الشوف عنا كتير إمكانيات، مثل مدخل البروك، مدخل معاصر الشوف، مدخل عين سحلطة، في عدة مداخل. تو هيدا بشكل عام عن المشي. نعمل نشاطات مثل الهورسباك رايدنج على الأحصنة، بس أكيد هيدا نشاط مكلف أكتر. فينا بس هيك نتسلى، فينا نعمله بشكل مختصر، وفينا نروح رايدز كمان أوقات. في التسلق الجبال والتنقيب بالمغاور، بس هون كمان بدي الفت لكم نظركم انه هول النشاطات هول ما فيكم تعملون على صعيد الشخصي بس مع عيالكم، لازم يكون معكم خبره يعني بالموضوع، وتستشيرون وتروحوا مع جمعيات عندهم خبره. وهون عن جد توعيه لكل العيال والاشخاص كمان اللي كمان زملاء الادله، ما فينا نعمل هالنشاطات كيف ما كان وين ما كان. في يعني في جمعيات وفي شركات خاصة بيقوموا بهالنشاطات، فينا نتشارك معهم تنعمل هالنشاطات. البايكينج كمان نشاط كتير حلو وكتير فينا يعني نعمله بلبنان، ما بيكلف كتير. لو فينا نستأجر إذا ما عنا بيرسونال بايك، فينا نستأجر بايك ونعمل نهار مع أولادنا ومن العيال كتير مهضوم. في سيركوتس هينين، في سيركوتس أصعب، وفينا كمان نستعين بشركات أو بجمعيات تعمل هالنشاطات. كمان في عنا النشاطات الترفيهية بامتياز فينا نقوم فيها مع عيالنا، اللي هن مثلا عنا فينا نعمل نشاطات بس ترفيهية ما يكون عندها هدف تربوي، مش ضروري دايما يكون في هدف تربوي، إلنا حق نتسلى بس. مثل مثلا نعمل سنومان كومبيتيشن مثلا، هولي أمثال مثلا، بس أكيد في غيرهم كتير مع العيال. مثل مثلا الأج هونتينج، يعني بفترة مينا إيستر هلأ قطعت، يعني نعمل أج هونتينج مع أولادنا. هولي نشاطات كتير بيحبون العيال وكتير مهضومين وكتير ننبسط فيهم. وآخر شيء بدي أحكيكم عنهم هن النشاطات، وبعرف بركي تعبتكم شوي، رح أنهي بهيدا القسم. يعني آخر شيء رح أحكيكم عن النشاطات التربوية وبنفس الوقت المهضومة اللي فينا نعملها مع أولادنا ومع العيال، اللي منهم مثلا فينا نعمل ستار جيزينج اللي هي نطلع على النجوم وعلى السماء، خصوصا بالصيفية بتعرفوا هيدا النشاط. فينا نستعين باختصاصيين بالتلسكوب أو بلا تلسكوب، نتعلم نقرأ السماء نحن للنجمة والنجوم. فينا نزور مواقع يعني بخبرونا عن تاريخ لبنان غير المواقع الأثرية، منهم مثلا نحن تاريخ الترين بلبنان شغل كتير حلوة وكتير رزق الله، يعني عن جد ياريت بيرجع الترين. كمان هالمحطات بعدها موجودة، بتعرفوا انه بعدها المصلحة موجودة، بعدنا عم ندفع على شوفيرات الترينات، فينا نحن نزور هالأكيد بإذن خاص. أكيد هون كمان بدكم إذن تتفوتوا على هالمحطات القديمة، بس كتير كمان حلو نخبر أولادنا والعيال عن هالتاريخ. فينا نزور
في اليوم معامل هي منظمة زيارات عليها مثل بوبنز. اليوم كمان رجعت بوبنز كتير، هلأ عم نحكي عن بوبنز لأنه بطل عنا الماركات العالمية كلهم بالسوبر ماركت مثل قبل، وأكيد نحن منشجع الصناعة الوطنية بامتياز. بوبنز مثلاً بالبقاع عندهم معمل كتير حلو فينا نزوره نشوف كيف بتصير سلسلة الصناعة لنصنع كورن فليكس وبار سيريالي. فينا نزور مثلاً مثل باندور بالشويفات، يعني باندور كمان بيستقبلونا لزيارات ميدانية كتير مهضومة. في هيك معامل كتير حلوة، أساطلي أنا بعرف كمان فينا ننظم أساطلي المشروبات تبع أساطلي الجوسز وهيك مكاو دانش آيسبرغ. في كتير من الصناعات الغذائية اللبنانية، رحنا كمان مؤخراً هلأ بالخريف رحنا مثلاً زرنا معمل الزيتون والكبيس تبع بيت مسلم وتحية لقلهم بالكورة. سو فينا نعمل عدة نشاطات كمان نتعرف عن معامل ومنتوجات محلية. هون كمان تحية للإطفائية، ونحن بتعرفوا أنه من وقتها كمان إحنا بكل من زمان يعني لازم ندلنا عن نضرب لهم التحية لهالفوج الإطفاء اللي هن عن جد دايما حدنا. وكتير أوقات فينا ننظم، بتعرفوا أنه بيستقبلونا هن فوج الإطفاء لنشاطات تربوية عندهم بالمحطاتهم، أكيد بدأ إذن خاص وبدنا نطلب قبل بوقت الإذن، بس كتير حلو الزيارة على الأطفائية نتعرف كيف بيشتغلوا بالأطفائية. بيعملونا نشاط يعني عن جد الأولاد بيشوفوا بعينهم أنه كيف بتولع النار، كيف بيطفوا النار، بيتصوروا معنا، بنشوف الكاميون تبع الأطفائية كيف بيشتغل، بيخلونا نجرب نحن كيف منطفي النار. يعني الأولاد صدقون اللي عملوا هالنشاط معي ما بحياتهم نسيو وكتير بيحبوه. يعني هيدا نشاط كتير حلو للأولاد، وبنفس الوقت يعني الأولاد هون كمان أكيد عم نحكي عن win-win situation دائما، إنه الأولاد بيكون عم الولد بيكون عم يتسلى وينبسط، بس نفس الوقت نحن عم نعطيه درس ما رح ينسيب حياته قديه مهم الأطفائية وقديه بتخدمنا. دكتور نور أخوي هلا رح مربوط بما برانديفو بده يفل قديه بعد عندي دو سلايد هلا كنت عم بقول عم خلص. دونك كنت عم بقول اخر شيء نشاط ال نحن فينا نعمل مثل مثلا الكمانة نتعرف على الاسماك المتحجره ونروح على المقالع الاسماك المتحجره. نحن بالجبال عنا بلبنان اللي هن 800 متر من سطح الارض بمناطق مثل حائل وحجوله وهالمناطق، فينا نعمل نشاط نفرجي ونروح على المقلع تبع الأسماك المتحجرة ونعمل استخراج للأسماك ونشوف بعيننا كيف ونحكي عن تاريخ أرضنا وكيف هالسمك المحجر اللي عمره 100 مليون سنة بعد موجود بجبالنا وقدمهم نحكي عن تاريخنا. هون أنا بدي أنهي بتحية لزميلتي ولنائبتنا اللي سارب عالبكي اللي هيدي سيربريز كانت لها، ما بعرف اذا هي معنا ما بتصور هي معنا بس ترجع بتشوف اكيد هالمحاضره اللي هي نائبتنا كمان ام عندها اولاد وهي كمان كانت عم بتقوم بنشاط مع اولادها تربويه منهم هالاستخراج للاسماك المتحجره. انا بشكركم بتمنى لكم عيد سعيد بهالمناسبة، وأنا مستعدة جاوب على الأسئلة إذا بعد عندكم قوة وبشكركم على صبركم معنا. نحن اللي بنشكرك سلم تمك دكتور نور، سلايتات بياخدوا العقل بجننوا. مرسي 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 كتير. اللي عنده سؤالات بحولهم لعندك دكتور نور. بتصور اللي عنده أسئلة في فينا يعني نفتح الميكرو أو نفتح الميكرو فوالا. دونك أنا مستعدة أجاوب الأسئلة وفوالا. هيك التلال عم بتقول في International Chocolate Cake Day. إيه دونك
الهيئة ما في سؤالات، اكتفوا بهالاشياء اللي اعطيتينا اياهم دكتور نور، بس في الحاكم حابب يقول كلمة ويختم، وما بعرف اذا بيختم انا بقول كلمة لانه عندي السبت هو العيد بسبب اللوك داون، مسكر مش مسكر، مفتوح مش مفتوح، تأجل العيد، عاملين غدا ب 29 ماي، بعدنا بشهر ماي بأجواء نفس الشهر العيد، فب ب اكس لابوستا بالأشرفية عاملينه هلا، غيروا اسمه بلبنانيات، بأول سوق جونيه على البحر تحت البالميه، اللي بيحب يشاركنا بيلاقي يتصل بمونا جابرييل، التليفون موجود على الانفيتاسيون، والكلمة للحاكم، وميرسي نور، ميرسي للجميع للحضور. هيئته ترك الحاكم لأنه عنده كان رانديفو وقال لي بده يفل. نرجع نتشكر الجميع، نتشكر الحضور، ميرسي نور، شكرا لكم، وشكرا للنقابة، ما بعرف إذا كمان النقابة أكيد بتمثلي النقابة يا نور، بتصور بس منذكركم كمان لكل اللي سمعونا اليوم من اللاينز، انه نحن كنقابة ادلاء سياحيين بننظم بطريقة يعني عنا سلسلة محاضرات بننظمها طول السنة، سو إذا بتحبوا كمان تتواصلوا معنا على شبكة النقابة، عنا كمان بيج فيسبوك وعنا يوتيوب شانل كمان لنقابة الأدلاء السياحيين سو ليبانيز تور جايد سينديكيت، وفيكم تتواصلوا معنا إذا بتحبوا كمان دايما نخبركم عن المحاضرات اللي عم نعملهم، نحن مفتوحين على الجميع وبنتشرف إذا من اللاينز كمان بتزورونا وبتشاركوا معنا بنشاطاتنا، ومشكورين. مرسي مرسي، دايما مع طول سوا.